أخبار اليوم. أبناء مصر اللي اختاروهم المصريين في البرلمان القادم، أنت ليك دور عظيم، بس هو هتستدعي يعني التجارب الأخرى. أنت لازم يكون لك تجربة رائدة، لأن أنت مش معاك مسؤول قدام منك في مواجهتك، ده عشانك، ده ليك. أنت لازم تعرف بجد المشكلة الحقيقية والتحديات الحقيقية. هو ده التباهي؟ أنا بكلم الشيوخ اللي بتطلع على المنابر وبتوجه الناس في كل حتة في مصر. هو احنا في قد ايه أطفال شوارع؟ في قد ايه ناس ما بتشتغلش؟ في قد ايه ناس ما بتاكلش كويس؟ في قد ايه ناس مش عارفة تتجوز؟ إذا كان لدينا كل هذا التراث من التعاون والتسامح، فلنجعله بصورة عمل وحياة نحقق من خلاله إرادة الله الذي ارتضى أن يجمع الخلق كافة على اختلاف أديانهم وأعراقهم فوق أرضي وتحت سمائي. وأنا بكرر دي مرة ثانية، لأن إحنا داخلين على أعياد أشقائنا وأهلنا المسيحيين. هنخش في القضايا ثانية بتاعت أهلا وألف وكل سنة وأنتم طيبين، وتهنئة بالأعياد وفرحة من قلبنا بفرحته. لو مش فاهمين كده تبقى مصيبة، ولو تصورتوا إن ده مش جزء من دينكم تبقى حاجة صعبة. لا، حاجة صحيح. خلي بالكم ما تفصلوش من فضلكم. أنا بأكد الكلام ده بكرره مش عشانكم أنتم بس تسمعوه وأنتم عارفينه، ده عشان المصريين يعملوه. ما تسمعوش كلام الناس اللي بيقسمونا. انا ما بسمحش ان حد يقول لي اخواننا اللي كذا، ما بسمحش. ما حدش يوصف حد لا بشكله ولا بدينه. احنا كلنا ايه؟ مصريين. وبقول الكلام ده النهارده واحنا على اعتاب الاحتفال لهم. كل سنه وهم طيبين، بكل حب وكل تقدير. هتخاف؟ انت مسؤول عن اختيارك مش اختيار الاخرين، وتحاسب على اختيارك انت بس مش اختيار الاخرين. كل واحد هيتحاسب على نفسه. فمن فضلك، انا بقول الكلام ده عشان انتوا تعلموه على المنابر. اللي بيقسمنا بيهدنا، اللي بيقسمنا بايه؟ بيهدنا. مفيش اختلاف، احنا واحد وهنفضل ان شاء الله واحد. ومش بس نقول كلام كده، ده كلام وفعل نعمله. لماذا لا تتسع الصدور وتستوعب العقول التنوع والثراء في الاديان والمذاهب والاعراق في ربوع وطننا العربي والاسلامي؟ ولماذا يسمح البعض باستغلال هذا التنوع سلبا وبتوظيفه من قبل اطراف داخليه وخارجيه للقضاء على الدوله في عالمنا العربي والاسلامي؟ اننا بحاجه الى وقفه مصارحه مع انفسنا لتبين الفارق الشاسع بين حاضرنا الراهن وماضينا المجيد. لقد حان الوقت لنحقن دماءنا وننجز خلافاتنا ونلتفت لمصالح اوطاننا وامتنا. نبدا فصلا جديدا من التعاون والاخاء والتنميه. نعلم جميعا كمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهموما بأمته، وجعل دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وكان الهادي البشير يريد أن يباهي بالمسلمين الأمم يوم القيامة. كان ذلك رجاءه وهو في غنى عنا، فماذا قدمنا له ولديننا ولأوطاننا وأنفسنا؟ ونحن أحوج ما نكون إليه. إن المباهاة لن تكون عن كثرة العدد، وإنما بحجم الإسهام في تقدم البشرية.